شاركت السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض في جلسة حوارية بعنوان استراتيجيات التعاون لموسم متوازن، والتي أقيمت ضمن فعاليات معرض ومؤتمر النقل الجوي 2024. وخلال الجلسة سلطت الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الضوء على استراتيجيات تعزيز السياحة المستدامة، مؤكدة أهمية فهم التحديات ووضع الخطط المناسبة خاصة خلال الفترات التي قد تشهد انخفاضا في التدفق السياحي. وأشارت بوحجي إلى ضرورة اتخاذ تدابير استباقية للتعامل الأمثل مع أثر التغيرات الموسمية، مثل تنويع المنتج السياحي وتنظيم فعاليات جذابة خارج الموسم، لافتة إلى نموذج نجاح مهرجان صيف البحرين للألعاب الذي أقيم بشراكة مع القطاع الخاص في جذب المواطنين والمقيمين وزوار البحرين وخاصة من دول مجلس التعاون، مؤكدة أن التعاون الإقليمي يعزز الاستراتيجيات الموحدة لجذب السياح، حيث تعتبر دول مجلس التعاون نموذجا رائدا في هذا المجال نظرا لتنوع عوامل الجذب السياحي والخصائص الفريدة التي تتميز بها كل دولة. وفيما يتعلق بالسياحة الداخلية، شددت بوحجي على أهميتها في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الوعي بالمنتجات والوجهات الوطنية، مما يسهم في دعم الأعمال وتمكين المواطنين والمقيمين من استكشاف التراث الثقافي الغني.